بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبتنا الأعزاء، اليوم عندنا المحاضرة الأولى في موضوع الـ Design and Analysis of Reinforced Concrete اللي يعطى للمرحلة الثالثة. طبعاً عندنا مجموعة مواضيع إن شاء الله نحاول نتناولها خلال السنة الدراسية. المواضيع هي راح تكون ابتداءً مقدمة عن Reinforced Concrete Structure، بعدين عندنا موضوع البيهيفير of reinforced concrete beams under loading، عندنا ايضا الفلكتشرال اناليسيز اوف بيم باي وركينج ميثود، بعدين عندنا السترينث ديزاين ميثود، راح ناخذ ايضا في السترينث ديزاين ميثود الريكتانجولار بيم والريجولار سكشن والتي سكشن ومختلف انواع المقاطع او اشكال المقاطع للبيمز، ايضا ناخذ الشير اند تورشنال رينفورسمنت، تسليح القصوى اللي، كذلك تحليل وتصميم العتبات المستمرة اللي هي Analysis and Design of Continuous Beam. هذا كل ما يتعلق في موضوع البيم. طبعا أيضا ندرس موضوع الديفليكشن في البيم والوث أوف كراك وعرض الكراك والكنترول اللي يصير عندنا على الديفليكشن. زين، كذلك عندنا موضوع السلابس، راح يكون عندنا ناخذ الون واي سلاب والتو واي سلاب وناخذ الربد سلاب، وفي نهايه السنه الدراسيه راح ناخذ الكولومز وبالذات ناخذ الشورت كولومز. زين، هاي مجمل المواضيع اللي ان شاء الله راح ندرسها خلال العام الدراسي. عندنا مجموعه تفاصيل او مجموعه ريفرنس ممكن ان نستفاد من عندها، الـ ICI كود 14، هاي المحاضرات معتمدة على ICI كود 14، اللي يحصل ICI كود 19، يعني قصد اللي عده موجود نسخة ICI كود 19، فيقارن بين المعادلات اللي احنا راح نذكرها بالمحاضرات والمعتمدة على ICI كود 14 وبين المعادلات الموجودة بالـ 19 ويصير نقاش حولها. كذلك عندنا Reinforced Concrete Fundamentals اللي هذا مصدر يفيدنا، Reinforced Concrete Mechanics and Design، Reinforced Concrete Design، كل هنذني لمختلف المؤلفين ممكن الاستفادة من عدها، مصادر ممكن الاستفادة من عدها. بس نبتدئ بالجزء الأول اللي هو Introduction أو الموضوع الأول اللي هو المقدمة على Reinforced Concrete Structures. بس خلنا نفتهم شنو معنات كلمة Concrete. Concrete is a mixture of sand, gravel, crushed rock. إذن الكونكريت هو عبارة عن مزيج من رمل سام وغرافل حصو و crushed rock، أحيانا نستخدم صخور متكسرة يعني مكان الأجريجيت، كل هذه تخلط مع السمنت and water، مع الاسمنت والماء. زين، sometimes one or more admixtures are added to change certain characteristic of the concrete such as its workability, durability and time of hardening. إذن أحيانا نستخدم واحد أو أكثر من المضافات. إذن one or more admixtures. إذن أحيانا نستخدم واحد أو أكثر من المضافات لتحسين خصائص الخرسانة. مثل إيش هالخصائص؟ مثلا لتحسين قابلية التشغيل، لتحسين الديمومة الخرسانة، ولتحسين وقت التصل. زين، بشكل عام الكونكريت يمتاز بالهاي كومبرسيف سترينث. اذا الكونكريت يمتاز بمقاومته العاليه للانضغاط، بالاتجاه الاخر مقاومته الواطئه للشد، جيد. زين، رينفورس كونكريت از ا كومبينيشن اوف كونكريت اند ستيل. اذا من نقول رينفورس كونكريت، الخرسانه المسلحه، تشمل تحتوي على كونكريت زائدا ستيل، والستيل المقصود به حديد التسليح، وهذا حديد التسليح مقاومته للشد عاليه، فبالتالي هو راح يسد النقص، يعوض عن النقص بالكونكريت، حيث ان الكونكريت ضعيف بالشد، لهذا نستخدم الحديد اللي يعتبر قوي بالشد. كذلك طبعا الحديد ممكن ان يقاوم، قوه انضغاط كما هو الحال في الاعمده، زين، طبعا الرينفورس كونكريت استخدم في كثير من المنشآت، يعني في كثير من الستراكشرز،
مثل البنايات والجسور والتبليط والسدود والجدران الساندة والأنفاق وغيرها من المشاريع الأخرى، التانكس وهكذا الخزانات وغيرها. فإذا الرينفورس كونكريت يستخدم في كثير من المنشآت. هسه نجي على خصائص الكونكريت، البروبرتيز اوف كونكريت. طبعا قلنا الكونكريت يمتاز بمقاومة الانضغاط العالية، فالاف سي داش مالته اللي هي مقاومة الانضغاط، ماذا تعني لي الاف سي داش او الاف برايم سي؟ مرة نلفظها اف برايم سي، مرة نقول اف سي داش. تعني انه مقاومة الانضغاط او مقاومة الكسر للكونكريت زين بعمر 28 يوم. اذا هي مقاومة الانضغاط بعمر 28 يوم المن لكونكريت سيلندرز، اسطوانات خرسانية. طبعا هذا الفحص يجري على اسطوانات خرسانية وفقا للكود الامريكي. زين هاي الاسطوانات الخرسانية ابعادها 6 انش في 12 انش، نقدر نقول ابعادها 15 سنتيم في 30 سنتيم في 30 سنتيم. جيد، اذا هي بعمر 28 نفحصها، نكسر هذه الاسطوانات بعمر 28 حتى نعرف ايش قد مقاومه الانضغاط. طبعا احنا بالكود العراقي عندنا مكعبات، اما بالكود الامريكي اللي قاعد نحكي عليه هو اسطوانه. اذا هسه احنا في تصاميمنا كل حساباتنا وتصاميمنا قاعد نعتمد على الكود الامريكي، معناته نعتمد على مقاومه الانضغاط للاسطوانه. زين اذا نحكي على واقع الحالي الموجود عندنا في العراق، احنا نستخدم مكعبات، اذا معناتها لازم نربط علاقه ما بين مقاومه الانضغاط للخرسانه، مقاومه الانضغاط للاسطوانه، ومقاومه الانضغاط للمكعب. جيد، طبعا هاي العلاقه نلقاها ايضا موجوده في كتب الخرسانه، يعني في كتب تكنولوجيا الخرسانه نقدر نعتمد عليها. زين العمر اللي نعتمده قلنا هو عمر 28 يوم، العمر اللي نعتمده هو عمر 28 يوم، حيث تحفظ هاي النماذج او هاي الاسطوانات تحفظ في الماء لمده 28 يوم بدرجه حراره ثابته، بدرجه حراره ثابته. هذه فيما يتعلق بمقاومه الانضغاط اللي قلنا هي الاف برايم سي او الاف سي داش، احيانا نفضها هكذا. زين كذلك نحتاج المودولس اوف الاستيسيتي للكونكريت، مودولس اوف الاستيسيتي للكونكريت. طبعا علاقه المودولس اوف الاستيسيتي للكونكريت تعتمد على مقاومه الخرسانه والعمر اللي قاعد نفحص به ونوع التحميل وغيرها من الخصائص. لهذا ماكو علاقه ثابته او قانون ثابت لمعرفه المودولس اوف الاستيسيتي، لكن من اكثر العلاقات الرائجه واللي موجوده بالاي سي اي كود نقدر نعتمدها هي مودولس اوف الاستيسيتي للكونكريت، يعتمد على كثافه الكونكريت ومقاومه الانضغاط. هاي العلاقه او العلاقه الاكثر رواجا اللي هي المودولس اوف الاستيسيتي للكونكريت يساوي 4700 جذر اف سي داش. طبعا هنا ذاكرين هاي العلاقه وين موجوده بالاي سي اي كود، فمن نكتب اي سي اي كود 318 ام 14 معناته نسخه الاي سي اي كود 2014 بالفصل 19، يعني نلقى هاي المعادلة بالفصل 19 بالفقرة 2-2. زين التنسايل سترينث للكونكريت هسه شو عد عندنا؟ عندنا مقاومة الانضغاط، عندنا المودولس اوف الاستيسيتي معامل المرونة، بعد عندنا مقاومة الشد. مقاومة الشد للخرسانة هي تتراوح ما بين 8-15% من مقاومة الانضغاط، بين 8-15% من مقاومة الانضغاط. يعني إذا مقاومة الانضغاط مثلا 30 ميجا باسكال، فمقاومة الشد بحدود 3 ميجا باسكال. قاعد نلاحظ ايش قد الفرق شاسع وايش قد مقاومه الشد ضعيفه للكونكريت. طبعا السبب الرئيسي في ذلك انه الكونكريت از فيلد وذ فاين كراكس، الكونكريت دائما يصير بي فاين كراكس، وهاي الفاين كراكس بالتالي ضعف لي مقاومه الشد. زين بعد عندنا فشيء اخر بخصائص الكونكريت هو المودولس اوف رابتشر، معايير الكسر، مودولس اوف رابتشر. طبعا معايير الكسر هو يعبر عن مقاومة الشد للخرسانة أيضا، ومقياس آخر لمقاومة الشد للخرسانة. هذا يجري دائما على بريزم، بريزم موشور بأبعاد 6 إنش في 6 إنش في 30 إنش، 6 إنش في 6 إنش في 30 إنش، نقدر نقول بالسنتيمات 15 سنتيم في 15 سنتيم في 75 سنتيم. المودولس أوف رابتشر
معايير الكسر. طبعا هذا لما يوصل العزوم المسلطة الخارجية تعطيني إجهاد، تسبب لي إجهادات مسلطة تتجاوز المودولس اوف رابتشر، معناتها راح يصير عندي تشقق بالخرسانة وبالتالي يصير عندي الكراكس. زين، بعد عندنا علاقة الكونكريت أو الستريس سترين كير فور كونكريت. ستريس سترين كير فور كونكريت، إذا نجي نطلع على علاقة إجهاد انفعال، علاقة إجهاد هذا الأحداث العمودي يشير إلى الإجهاد، والأحداث الأفقي يشير إلى انفعال للكونكريت. للكونكريت نلاحظ أنه في المراحل الأولية وفي المراحل الابتدائية لحد قرابة 45% من مقاومة الانضغاط القصوى، من مقاومة الانضغاط الألتيميت، نلاحظ لحد 45% من مقاومة الانضغاط سلوك هذا الستريس سترينكر هو سلوك خطي، سلوك يقترب من الخطي. فإذا نقول أنه المادة أو الكونكريت في ضمن هذه المرحلة اللي هي الإجهاد ما متجاوز 45 من الأف سي داش من مقاومة الانضغاط، إنه قاعد تتصرف تصرف خطي، أي تتصرف إلاستيك بشكل مرن، تتصرف بشكل مرن. بعد أن تتجاوز الإجهادات قيمة 45% من الأف سي داش راح ألاحظ إنه الكيرف بدأ يتغير إلى السلوك اللاخطي، إلى السلوك اللاخطي. إذن أصبحت المادة في مرحلة النون لينير، في مرحلة النون لينير. بالتالي انه المادة دخلت في مرحلة الان الاستيك، يعني مو الاستيك وانما ان الاستيك، او يسموها بلاستيك، المرحلة اللدينة. طبعا الى ان توصل الى اقصى اجهاد اللي هو اقصى مقاومة انضغاط اللي هي اف برايم سي. طبعا بالمقابل ما يقابل اقصى مقاومة انضغاط سترين بحدود من 2 بالألف إلى 2.5 بالألف، بحدود من 2 بالألف إلى 2.5 بالألف. بعد ذلك راح يبدأ عندي تناقص بشكل يعني واضح، راح يبدأ عندي تناقص في مقاومة الانضغاط للخرسانة إلى أن يصير الفشل. فعند لحظة الفشل أو عند حصول الفشل نقول الألتيميت سترين هو مقداره 3 بالألف. إذا عند الفشل أقصى انفعال ماكسيمم سترين according to the cause، يعني إلى الـ ACI code، هو مقداره 3 بالألف. إذا أقصى مقاومة انضغاط هي F برايم C، يقابلها سترين مقداره من 2 إلى 2.5 بالألف، و أقصى سترين اللي يصير بنهاية الكير اللي عادة تكون بين مقاومة أقل من مقاومة الانضغاط القصوى من الألتيميت كومبرسيف سترين، راح يكون السترين في آت فيلير. السترين آت فيلير هو الأبسلون سي ألتيميت، يعني السترين آت فيلير بمقدار 3 بالألف. جيد، هسه خلصنا ما يتعلق بالكونكريت، الآن نريد نسولف على ما يتعلق بحديد التسليح. حديد التسليح موجود بأكثر من صيغة، إما بشكل بار قضبان اللي هي نفسها هذه القضبان الموجودة في الأسواق اللي هي الشاش أو الصياخ التسليح. كذلك أكو نوعية أخرى اللي هي welded wire بشكل واير، بشكل أسلاك. إحنا الشائع عندنا البارز، طبعا عندنا نوعين من التسليح، بلين وديفورم. بلين يعني مستوي، إنه نشوف يعني قضبان التسليح بشكل مستوي، ما بيها نتوءات. أما الديفورمت لا، هو النوع اللي موجود بنتوءات مضلعة، نتوءات ربت projections rolled onto their surface، يعني نشوفها بهالشكل، هذا مشابه لهالشكل، هذا نلاحظ بها أكون نتوءات مضلعة. هذه النتوءات طبعا على سطح البار، هذا النتوءات تفيدني في زيادة الترابط، تعطيني حتى تجهز لي بروفايد بيتر بوندينج، تعطيني ترابط افضل ما بين الكونكريت وحديد التسليح، ترابط افضل ما بين الكونكريت وحديد التسليح. طبعا الشائع بالتصاميم مالتنا وبالاعمال الانشائيه مالتنا والابنيه هو استخدام الديفورمت بار، البار اللي به نتوءات مضلعه. زين، عندي ايضا مساله الجريب
مسألة الجريد مال حديد التسليح عندي أنواع كثيرة. يعني الجريد مال حديد التسليح عندي أكثر من جريد، الأكثر شيوعا والمتوفرة، والمتوفرة هي الجريد 50 وجريد 60. جريد 50 وجريد 60 طبعا بموجب الاي اس تي ام، بموجب الاي اس تي ام. هسه شنو معنات جريد 50؟ معنات جريد 50 قاعد يعطيني اليلد بوينت، قاعد يصف لي اليلد بوينت. معناتها نقول جريد 50 معناتها الاف واي مالته 50، الاف واي اللي هو اليلد ستريس او اليلد سترين مقداره 50. 50 شنو؟ 50 كي اس اي، 50 كي اس اي، او نقدر نقول 50 الف بي اس اي، 50 كي اس اي او 50 الف بي اس اي. طبعا كي اس اي مقصود بها كيب بير سكوير انج، اما 50 الف بي اس اي معناتها باون بير سكوير انج. هذا جريد 50. جريد 60 معناتها الاف واي مالته هي 60 كي اس اي او 60 الف بي اس اي. زين، ستريس سترين كيرف للستيل، ستريس سترين كيرف للستيل ايضا في المراحل الاوليه يكون بشكل لينير، يكون بشكل لينير لحد نقطه اليلد بوينت، لحد نقطه اليلد بوينت، يعني لحد اجهاد الخضوع الستريس سترين راح يكون بشكل لينير، راح يكون بشكل لينير لحد نقطه الخضوع، قلنا لحد اليلد ستريس، لحد اليلد ستريس. فنلاحظ لحد الاف واي هو السلوك مال الستريس سترين لينير، والحديد او الماتيريال قاعد يتصرف بشكل شنو؟ الاستيك، بشكل الاستيك. طبعا هنا المودولس اوف الاستيسيتي للحديد بما انه يعني للحديد معروف هو لينير، بما انه العلاقه لينير نقدر نعتمد على قانون هوك اللي يساوي لنا الستريس يساوي لنا الايف سترين، الايف سترين. السترين طبعا هنا عندما يصل الى اليلد معناته الستريس في نقطه اليلد، اليلد سترين هو 0.002، اليلد سترين هو 0.002، وبالتالي معناته المودولس اوف الاستيسيتي راح يكون هو المودولس اوف الاستيسيتي راح يكون هو الاف واي الى السترين، الاف واي الى السترين يلد. يعني الاف واي اذا مثلا كان 420 الى اليد سترين اللي هو 0.002، يعني 2 بالالف 0.002 هو 2 بالالف، بالتالي هذا شوف هذا اليلد سترين 0.002 2 بالالف، بالتالي ممكن من عندنا نحسب المودولس اوف الاستيسيتي واللي عاده يكون قريب على ال 200 الف ميجا باسكال. المودولس اوف الاستيسيتي للحديد يكون قريب على ال 200 الف ميجا باسكال. بعد هذه النقطه راح يصير تقريبا ثبات في الستريس، زياده بالسترين، ثبات في الستريس، لاحظ الستريس باقي على اليد وزياده في السترين. بعدها راح يبدي المنحني، راح يبدي ايضا يصاعد، يبدي يصاعد سترين هاردنينج، راح يصير بتصاعد، يعني كل ما زاد الستريس راح يبدي يزداد السترين، وهكذا ياخذ شكل النون لينير، ياخذ شكل النون لينير. جيد، هذا فيما يتعلق بالستريس سترين كيرف للحديد. زين، الان عندنا جدول يوضح لي الدايامتر مالت البار والاريا. طبعا البار نمبر، اكو رقم للبار ينعرف من عده، يعني من خلال هذا الرقم نعرف ايش قد الدايامتر مالت البار وايش قد الاريا مالت البار بوحدات الانش ممكن وبوحدات المتريك ايضا ممكن. فمثلا البار رقم 3، البار رقم 3 اذا كنت قاعد اسولف بوحدات الانش، البار رقم 3 معناته 3 على 8، 3 على 8 من الانش. فاذا كنت قاعد اتكلم بوحدات الانش فرقم البار اقسمه على 8، رقم البار اقسمه على 8 يطلع ايش قد عندي الدايمتر. ف3 على 8 من الانش، 3 على 8 من الانش هو يمثل الدايمتر مالت البار، واقدر احسبه بشكل تقريبي، اقدر احسبه بشكل تقريبي على اساس مقطع داري. طبعا تقريبي ليش؟ لانه قلنا خصوصا بالديفورمد بار، بالديفورمد بار اكو نتوءات مضلعه، بالتالي ما اقدر احسبه بشكل دقيق على اساس مقطع داري، لكن بشكل تقريبي اقدر احسبه على اساس مقطع داري. فهي معناتها انه الدايمتر مال البار 0.375 انج، الاريا مالته 0.11 انش سكوير. من اقول البار نمبر 4 بوحدات الانش معناتها 4 على 8، 4 على 8 معناتها نص، اقدر اقول البار او بالنص. اذا تسمعون بالسوق يقول جيب
مثلا طنين او ثلاثة طنان او النص، ابو النص معناتها نص انج، معناتها 4 على 8، معناتها نص انج 4 على 8. فابو النص معناتها نص انج، معناتها ال قاعد تلاحظ هنا نص انج الدايمتر مالته، والاريا مالته بحدود 0.2 انش سكوير، وهكذا بالنسبه للبقيه. اذا اريد نفس هذا الحكي احكي على وحدات المترك، من اقول البار نمبر 10، البار نمبر 10 معناتها الدايمتر مالته قريب ال 10 ملي، الدايمتر مالته قريب ال 10 ملي. فمن اقول البار نمبر 10 الاحظ الدايمتر مالته 9.5 ملي. من اقول البار نمبر 13، من اقول البار نمبر 13 معناته الدايمتر مالته قريب على 13 ملي، وهو بالحقيقه 12.7 ملي، وهكذا. نمبر 16 معناته 15.9 ملي الدايمتر مالته. حساب الاريا بنفس الطريقه، على اساس انه سيركل، على اساس انه دائري، على اساس انه سيركولر سكشن، يعني مقطع دائري، اقدر احسب ايش قد الاريا مالت الدايمتر. هذا الجانب الايمن بوحدات المتر، الجانب الايسر بوحدات الانج. بقى عندي شيء مهم لازم أتكلم عليه، اللي هو الكومباتيبلتي اوف كونكريت اند ستيل، التوافق ما بين الكونكريت والستيل، التوافق ما بين الكونكريت والستيل. طبعا الكونكريت والستيل يعني الرينفورس كونكريت وقت جذر بيوتفل، يعني معناتها الخرسانة ويا الحديد قاعد يشتغلن بشكل جيد وجميل، بشكل جيد وجميل. شلون هذا العمل مالتهم معا؟ نقول المزايا، المزايا الموجودة في أحد المواد راح تعوض عن السلبيات الموجودة في المواد، في المادة الأخرى. يعني أنا عندي كونكريت وعندي حديد، فالمزايا الموجودة بالكونكريت تعوض عن السلبيات الموجودة بالحديد، والمزايا الموجودة في الحديد تعوض عن السلبيات الموجودة في الكونكريت. زين شلون؟ نقول الكونكريت سلبياته قوي بالكومبرسيف سترينث، لكن سلبياته ضعيف بالتنسال سترينث. إذا الحديد راح يعوض عن هاي السلبية اللي هي ضعف مقاومة الشد للكونكريت، راح يعوضها الحديد باعتباره قوي في مقاومة الشد. زين كذلك الحديد السلبية مالته انه يكون معرض للتآكل، الحديد reinforcing bar are subjected to corrosion، اذا الحديد يكون معرض للتآكل، لكن الكونكريت اللي محيط به راح يحمي ويمنع هذا التآكل، يوفر له حماية كافية ضد التآكل. زين في هذين المادتين اللي هي الكونكريت والحديد راح توفر ترابط جيد، راح توفر ترابط جيد، يعني راح يصير بيناتهم ترابط جيد بحيث يمنع الانزلاق بيناتهم، بحيث يمنع الانزلاق بيناتهم، وكأنه يتصرفون بشكل قريب على تصرف الوحدة الواحدة، بشكل قريب على تصرف الوحدة الواحدة. طبعا هذا الترابط ما بين الكونكريت والحديد يحقق شنو، يعني الشغلات اللي تحقق ان هذا الترابط، التلاصق الكيميائي، التلاصق والتماسك الكيميائي، كذلك هاي التضليع في التضليع في النتوءات، هاي النتوءات اللي راح تصير بالبار ايضا راح تسبب لي ترابط جيد، والخشونة اصلا الخشونة الموجودة بالبار ايضا راح يسبب لي الترابط الجيد. زين عندي طرق التصميم، طرق التصميم اللي راح نتناولها تقريبا طريقتين اساسيات، الطريقه الاولى اللي هي الوركينج ستريس ميثود، والطريقه الثانيه اللي هي الالتيميت سترينث ميثود. الالتيميت سترينث ميثود احنا راح نبتدئ بالطريقه الاولى اللي هي الوركينج ستريس ميثود او الوركينج ديزاين ميثود، والطريقه الثانيه ان شاء الله ناخذها في المحاضرات اللاحقه. فخلنا ناخذ بس مقدمه على طريقة الworking design method. الworking design method شنو ميزاتها؟ أول شيء إنه الماتيريال بيها، قاعد نفترض إن الماتيريال بيها شنو تشتغل، يعني الماتيريال راح تكون هي في مرحلة، راح تكون في مرحلة الإلاستيك stage، في مرحلة الإلاستيك stage الماتيريال في مرحلة الإلاستيك stage، وبالتالي إذا في مرحلة الإلاستيك معناتها الإجهادات اللي راح تسلط على المادة مالتي، الإجهادات اللي راح تسلط على المادة مالتي يجب أن شنو لا تتجاوز الحدود أو القيم المسموح بها من قبل الكود. إذا الإجهادات المسلطة يجب أن لا تتجاوز الحدود المسموح بها من قبل الكود. لهذا دورات نسميها working design method أو نسميها allowable
سترس مثل الاوبل سترس مثل. ليش؟ لانه نقول الاجهادات المسلطه يجب الا تتجاوز قيم الاجهادات المسموح بها الاوبل سترس، يجب الا تتجاوز قيم الاوبل سترس. اذا الماتيريال بها تتصرف بشكل الاستيك في مرحله الالاستيك، الاجهادات ما تتجاوز الاجهادات المسموح بها، والاحمال هي احمال سيرفيس لود، والاحمال راح تعتمد على سيرفيس لود. طبعا الاحمال مثل ما تعرفون عندنا ديد ولايف ووندو ايرث كوك وكثير من الانواع من الاحمال الموجوده عندنا اللي سبق ان تعرفتوا بها عليها، وان شاء الله ايضا في المحاضرات اللاحقه راح ناخذ ايضا في شيء عن الاحمال. اذا ميزات الوركينج ستريس ميثود او الوركينج ديزاين ميثود هي انه الماتيريا في مرحله الالاستيك، من اقول في مرحله الالاستيك يعني في مرحله اللينير، في مرحله اللينير، وبالتالي الاجهادات يجب الا تتجاوز القيم المسموح بها الالاوبل ستريسز، والاحمال هي بصيغه السيرفيس لود يعني ما مضروبه بفاكتور، مو بصيغه الالتيميت لود، لا اكد بصيغه السيرفيس لود يعني الاحمال الحقيقيه مثل ما هي القيم الحقيقيه مالتها بدون ضربها بفاكتورات تضخيم. زين هذه اهم ميزات الوركينج ستريس ميثود. هسه اكو مجموعه فرضيات احتاجها بالوركينج ستريس ميثود او الوركينج ديزاين ميثود. شنو هاي الفرضيات البيسك اسامبشنز؟ اللي هي انه توزيع الانفعالات راح يكون شنو بشكل لينير، توزيع الانفعالات بشكل لينير. اذا ما فرضنا انه توزيع الانفعالات بشكل لينير راح تتعقد المساله وما اقدر احل. اذا قاعد نفرض السترين ديستريبيوشن اكروس ذا سكشن از لينير. زين كذلك الستيل والكونكريت سترينز، الانفعالات بالستيل والكونكريت راح نقدر بما انه التوزيع لينير مالت السترين، اذا نقدر نطلعها من النسبه والتناسب بينها وبين المسافات عن النيوترال اكسس. اذا بما انه التوزيع الانفعالات او توزيع السترين هو لينير، اذا نقدر نطلع انفعالات الحديد والكونكريت من خلال النسبه والتناسب مع المسافات عن النيوترال اكسس. زين الكونكريت والحديد، الكونكريت والحديد behaves as elastic material. قلنا الكونكريت والحديد راح يتصرفون كelastic material أو في مرحلة الelastic، في مرحلة اللينير تحت تأثير الworking loads، تحت تأثير الworking loads الأحمال التشغيلية أو surface load، أقدر أسميها surface load أو الworking loads. زين الallowable stress، الallowable stress هسه راح نسولف فيه. الكود يقول الستيل، بالنسبة للستيل الالاوبل ستيل ستريس يجب ان ما يتجاوز الاف واي وفقا لهذه الفقرة المذكورة 20.2.3. اذا الالاوبل ستيل ستريس يجب ان ما يتجاوز الاف واي، والالاوبل كومبرسيف ستريس، الالاوبل كومبرسيف ستريس يجب ان ما يتجاوز ال 0.45 اف سي داش، 0.45 اف سي داش او 0.45 اف برايم سي. اذا هسه الالاوبل ستريس بالنسبه للستيل يجب ان لا يتجاوز الاف واي، بالنسبه للكونكريت يجب ان لا يتجاوز 45% من مقاومه الانضغاط. وهذا اذا التزمت بهالشروط هاي معناتها انه المواد باقيه في مرحله اللينير وباقيه في مرحله الالاستيك، باقيه في مرحله الالاستيك. بهذا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لاصغائكم.